مرحبا بكم معنا من قاعدة العمليات. اليوم عندنا عملية أولى من نوعها في هذه السنة 2024 إن شاء الله. هذه العملية تمثل عندنا لاباسيون تي طفلة في عمرها 31 سنة جاتنا من العاصمة على كل حال، وكنا قمنا باستئصال ورم كان عندها في الفك السفلي في 2020، والحمد لله اليوم 3 سنوات بعد هذه الطفلة هذه تعافات من هذا الورم. دونك المشكل تاعها اليوم انه لازم نقوموا بإعادة تأهيل او ترميم المنطقة اللي نحيناها. العملية هذه تتمثل اللي راح نقوموا بزرع ذاتي لأنسجة، هذه الأنسجة راح تتمثل في عظام الساق دونك البيروني ليب بالبشرة اللي راهي لاصقة معاه وبالأوعية الدموية تاعو، راح ننقلوه من الساق ونزرعوه في الوجه. نعاودوا هذا النوع تاع العمليات هذه تطلب كل التقنيات اللي لازم يكون الجراح تاع الوجه متمكن منهم، هي جراحة العظام بالنسبة للضبط الريليفمون تاع البيروني تاعنا، جراحة الميكروشيرورجي فاسكولير بالنسبة للأوعية الدموية، وثانيك لازم تكون عنده تقنيات في جراحة البلاستيك دونك البشرة باش يقدر ثانيك يلصق هاد لي تروا تيكستور في المكان هذا. دونك إن شاء الله هذا النوع تاع العمليات يستغرق تقريبا الوقت تاعو 6 ساعات ويتطلب 3 أطباء دونك 3 إيكيب. الطاقم الاول راح يقوم بتهيئه الموضع وين راح نحطوا الانسجه تاعنا دونك في الاكستريميتي سيفاليك في الوجه. الطاقم الثاني هو اللي راح يقوم ب دونك ينزع هذه الانسجه هذه من الساق. بالنسبه للطاقم الثالث هو اللي راح يقوم بلا كونيكسيون دونك راح يلصق الاوعيه الدمويه مع بيناتهم. وهذه ثاني باش يكون هذا النوع تاع العمليه يندار ما ننساش سورتو ليكيب دو ريانيماسيون اللي بلا بهم ما يديروش هذه العمليات اصلا. والحمد لله احنا في المستشفى اول نوفمبر هنا في وهران عندنا اون ايكيب دو ريانيماسيون ديبارتمون دانيستيزي ريانيماسيون اللي قليل كما هو في الجزائر. وهذا النوع تاع العمليات يفو سافوار باللي المرضى كاين بزاف اللي راهم كوماتون يستناو، نقدروا نقولوا تقريبا احنا ان شاء الله الطموح تاعنا انه نوصلوا الى تقريبا 120 عمليه سنويا في هذا المستشفى ان شاء الله بحول الله. والوبجيكتيف تاعنا ثانيك سي دو فورمي دونك فورماسيون اللي هي تعليم هذه التقنيات للجراحين الصغار اللي راهم متربصين عندنا يفيان سو فورمي من كل انحاء الوطن، وكي نفورميوهم ان شاء الله يقدروا يروحوا هما من بعد للمناطق تاعهم. عندنا مثلا جراحه اليوم راهي معنا من الجزائر من مستشفى تاع الحروق في زيرالدا راهي معنا هنا حاضره، دونك هي غدو مدوى ان شاء الله تروح تقدر تولي غدو مدوى في مستشفى تاعها بالجزائر العاصمه تقوم بهذا النوع تاع العمليات، ولما لا ان شاء الله حتى في عنابه في بشار في كل اربع